سائلك حاجة وحولية هاي عذا قال عذا استقلبتي مكراه يا مسوى مباح دعوة لو عذا استسيد كل جيت كا صنك وحمودي بيسا الحمد لله ولا ما مسألو مسألة ذا قال إن كدم بدهر كهدي لجارة بعد الزوال إن لا عذا إذا ما صنع مسوى كراهية ومسألة الله يسوق قبطية وكحرا تفسير كحديث كنبي صلى الله عليه وسلم مركو صون كفضلك سكاها لي وحوري لا خالوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قفك صوما أفكيس هوذا أما قاع أن عرفين أريا كصوبحة فإلهي أكتيس عذر كمسكي ودقون كسي ودقون خلوف كاسي حقيقة يمادا ما فان العضين ويسبدلي بكي مادا مسا عرول باهان ومراتي وقاس كي سيدين يسيب وقاعاسي كي مادا خلوف كاني حقيقة كي مادا الكاسي علوم هذا أهل العلم وكو قيب سيهن قيب حير هذين خلوفكو وحو كي مادا قدها عروش وعروش مركي مرانتهي وحي أي سركية أي سيدين أي سي عنادو قابل أي سي كرد عيين أي ويدو قاع بي سيدين أي سي قاع مركو صوبح سكة ستو الله عدا إذاي هوا بدلان با صوبح إيس تاسا لو تشيدا لخلوف فمي الصائمي أطيب عند الله من ريح المسك سياس درتاد عدا شقبكم على الكلا عدا يي يافلا نذيفي شقبكم على خلوفكم ما بكي ما دافك علماء فقهاء ان الشافعيه دو اي هرغل ويهين هرمود ويهين وهي رادن مايا خروفك وحو كي ما دا الكا اي افان لا عادين او لا نديفين قاع كسو بحوي خروفك صدرت الخروف كاس يدو اجر لي هي الهك قيمه درجه كلي هي هداد عاد يا تاي ماشا وكبحيا وزوليا صدرت عاديغو سي غود وا سنو صباح هوري لما دريمو صلاة صباح با الله عضيدي لكن دورك يا هدي اللي قالو خلوفكو مركاسو دي اسبدل كافكا عن الله عضييني صباح لغصو باللابو قلين دنبو با الله دريمو يو خلوفكي سو مقضى صادرت عضيقو بعد الزوال وكراهية دوا تفسير كحديث كاس ادي راجح لن نقطو خلوفكو علوشينو كي مادنا انتانوغ هاي آيادي حديثي النص مجيرو ورانا يا خلوفكو الكوه كي مادا اما خلوفكو علوش ارتكت مادا واي منا مالها ومسالة اجتهاد يا واي وحان شاكي كوتشيرين لبادا با افكا هدان لعاديين اربو ياشا مركي لعاديا بابا علوش هداي مراتانا قاعا ندقولين بيسو سارتا وامتكي خلوفكو الله عالم لبادو با ويدعي كرتا لكن فقدنا الشافعية ومت كان أفكا أي رهدين مت كان أفكا إن لا عضي وكراهية حاران معها دنبنا معها إن لا داينا واجب معها لكن إن لا عضي وكراهية هل كاسي فقدنا الشافعية ككان بسرعة خلافه ما دام مسألة اجتهادية أيتهاي وحام مهمة قاعدة فقه هذا ويرهدان الخروج من الخلاف مستحب خلافك إن لقفك هذا وناكسا وحاو ناكسا إن هذا سكبت ديسا عضيقة هذه هذا ضدك نبين وفقا وقرد يراد انتو يمادو هذا ضدك نبين هذه سا إن قطع جماعة دي مساج كينات نبيسو أما قرآن كذا قريه سي أفقر موناتكو أخريه سو اسكا عضيو وحنا صد خلافتي مجيرو سنة كراهية ذا وركع باب الله سمعين كراه لما دم باب كراهية هذه الله سمعيو أداد ما قد تفقه هذه أحكام توكل وكراهية سمعين تيدو دم بماها كري أداد سمعي سأجر كي صون كوا أجر كي عضي قواد هلي إيه هلي ميسي دواي انتا ويوحى الله اسكو هايو هدي واد كود دي بام عددك كود دي بيسان اسكا عضيو هذا الخلاف كا اسكا فوان كرتان اسكا بداو بالله توفيق كل جيت كمالغو عضيان كراه إنك واقع هرى كل جيتك
colgate waa hal nooc oo dawooyinka cadayga ka mid ah. Dawooyinkan cadayga lagu isticmaalay ilkaha lagu cadayo ma la isticmaali karaa haddii la yiraahdo? Waxaa soo gelaya kuwo badan oo kale oo innagu waan isticmaali jiray waagii hore, ama haddaba laga yaabo in la isticmaalo. Mararka qaar geed cusub markaad caday cusub soo goyso, ama laan qoyan ha noqdo, ama xidid qoyan ha noqdee, qaac buu leeyahay dhadhan sooma. Sida mid kale oo kaleeta ah, dawooyinkan cadayga laftoodu kuwa cadaygii laga sameeyey ama dhadhankiisii iyo urtiisii loo yeelay beelada. Mararka qaarkoodna ilkuhu markii ay wax badan yeeshaan waxaan marin jirnay dhuxul sooma. Dhuxushaasi ama marmari ama intaad burburiso ood gashata cadayga ku marmari iyada lafteedo, ama intaad yar rugta cadayga ku mari iyadana. Kol geedkan waxaa loo bixiye magaca loo wada bixiye raaci, waxyaabahaasoo dhan ma lagu cadayan karaa? Jawaabtu waa haa. Keliya hal wax baa lagaa rabaa, inayan gudaha u dhaadhicin, inayan gudaha aynan u dhaadhicin baa lagaa rabaa. Waayo cadaygan daawadan ilkaha la mariyey xaggay gaadhay? Ilkahanay gaadhay. Markaad weyseysanaysay luqluqatay biyuhu xaggay gaadheen? Soo intan dawadu gaadhay biyihiina ma gaadhin, ootaad ku luqluqanaysa maaha. Afkaa wixii galaayo wuxuu soonka jebiyaa markuu dhaadhaco. Markuu galo haddii aad dareento inuu kharaar yahay, inuu macaan yahay, inuu dhanaan yahay, inuusan intaa midna ahayn, haddaad dareento dareenkaasi wax ma jebiyo. Lidaalika fuqahadeenna axkaamta waxay ku dhihi jireen laa min tacmin wadawqin, dhadhamin iliga lagu dhadhamiyey ama carabka la saaray ama dhadhankii wixii uu ahaayood gadaal ka dareentay soonka ma jebiyaan. Laa min tacmin wadawqin waa erayada fuqahadeenna axkaamta shaaficiyada ay isticmaalaan wey. Saas darteed baa la ogol yahay haddaad raashin karinayso inaad iliga ku tijaabisa inuu jilcay, amaad carabka saarta cusbe inuu leeyahay yeen kale, laakiin haliqina tuf. Saas darteed bay fuqahadu ogolaadeen xanjada la ruugayo een wax ka miilmaye gudaha galaya aan lahayn, haddaad ruugtood iska tufta aan dhuufteeda inaynaa dhib lahayn. Waayo afkii biyahaad ku luqluqanaysay ma dhaafin weli, soonkana waxaa jebiya wixii gudaha u dhaadhaca. Waxaan rajeynayaa intaana iyo wixii lamidana inay su-aashaa jawaabtaasi deeqdaan rajeynayaa. وبالله توفيق.